السلام عليكم. بعد ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الاستاتيستكس وفهمنا يعني ايه علم الاحصاء وعرفنا بعض المصطلحات الخاصة بالسامبل وبنتكلم على فضاء العينة وعرفنا يعني ايه بوبيوليشن او المجتمع وعرفنا يعني ايه استاتيستكس اللي هي المعاملات الخاصة بالسامبل زي الميديان المين الافريج والكلام ده بالنسبه للبوبوليشن بيسمى البارامتر. وعرفنا ان احنا بندرس السامبل عشان نقدر نعمل جنرالايز او نقدر نستنتج بعض الحاجات او نعمل استيميت نقدر نفس الاستاتستكس دي بالنسبه لمين للبوبوليشن. مش كل عينه تقدر تمثل المجتمع بتاع حضرتك، والقصة ان انا مش قادر اصلا لاسباب كتير منها ان البوبوليشن بيكون حجمها كبير وانا ما عنديش الوقت او رفاهية الوقت ان انا ادرس كل حاجة في الدنيا. تمام؟ فايه القصة؟ القصة انت محتاج تختار سامبل، بس عاوز السامبل دي تعمل ريبريزنتيشن او تمثل المجتمع بشكل كويس. من ابسط الطرق وانسبها هي الراندوم سامبل، الراندوم سامبل. ومن ابسط الحاجات دي كلها بنتكلم في عينه اسمها سامبل سيمبل راندوم سامبل، سيمبل راندوم سامبل. تعال نشوف الموضوع بتاعنا عباره عن ايه. احنا اتفقنا ان كل الطرق الاحصائيه تمام كلها مبنيه على فكره ان انت بتعمل انالايز او بتعمل اناليسز لمين؟ لسامبل. والسامبل دي تم اختيارها بطريقه ما منين؟ من المجتمع. يا ترى السامبل دي معايا كده لازم ان انا اختارها بشكل ماله بقى شكله مناسب جدا. تمام؟ زي ايه مثلا؟ تعال نفترض ان انت في الكليه بتاعه حضرتك عاوز تدرس مثلا او تحلل اطوال الطلاب، تحلل اطوال الطلاب. الكليه بتاعه حضرتك وليكن فيها مثلا 10000 طالب. تمام؟ يا ترى حضرتك هتروح تجيب ال 10000 طالب وتجيب بياناتهم وتحللها ولا تقدر تاخد سامبل؟ عشان تاخد السامبل فاتفقنا لو هناخد 100 طالب ايه اللي ممكن يجي في دماغ حضرتك ان عشان تختار ال 100 طالب ممكن اروح على كليه على فصل معين او كلاس معين اخد الطلاب بتوعه كلهم، ولا ممكن اخد الطلاب اللي مثلا عمرهم وليكن مثلا 18 او 16 سنه، ولا ممكن اخد فريق كره القدم او فريق كره السله؟ اللي حضرتك بتقوله ده هياثر على نوعيه البيانات اللي حضرتك بتتعامل معاها. تمام؟ وهيقول قد ايه السامبل بتمثل المجتمع. طبعا لو انا طبعا ده واضح لحضراتكم، لو انا اخترت فريق كره السله داخل الكليه طبعا ده الموضوع هيبقى سيء جدا وهيصبح ان السامبل لا تمثل المجتمع اطلاقا، لان فريق كره السله حضرتك عارف ان اطواله بتكون عاليه جدا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لباقي الافراد، بالنسبه لاقرانهم، وبالتالي ده مش هيعمل ريبريزنتيشن بشكل كويس. الافضل طرق السامبلنج زي ما قلنا طريقه اسمها ايه؟ الراندوم سامبلنج. الراندوم سامبلنج دي من ابسط الحاجات بنتكلم على السيمبل راندوم سامبلنج اللي عباره عن ايه؟ نفس اللي بيحصل كده لما تكون حضرتك مثلا بتعمل اقتراع مثلا وبتختار مثلا بتعمل قرعه مثلا عندك 16 فريق وبتختار مثلا فرقه من ال 16 فريق مثلا، فبتحط ارقام لكل فرد من الناس معايا كده لكل فرقه وتحطهم في درام وتبدا تقلبهم بشكل كويس عشان يبقى الموضوع عشوائي، وتبدا تختار او تعمل بيك، تختار واحده او تعمل سيلكت لواحده وتقول ده والله الفريق الاولاني. تمام؟ او لو انت مثلا طالع رحله مع زمايلك وعاوز تختار حد مثلا عشوائي عشان نساله سؤال ونهزر مع بعض هتعمل ايه؟ برضه نفس الكلام، انت عندك 100 فرد هتاخد ال 100 فرد دول تدي لكل واحد رقم، يبقى محمد رقم 3 ومحمود رقم 4 وزياد رقم 5 وهنا رقم كام وهكذا، وتبدا تضع الارقام بتاعتك وتختار رقم بمين؟ تختار رقم برقم. ده عباره عن سيمبل راندوم سامبلنج. بس تعملش الكلام ده بقى وتحط لي في كل التيكت رجب الفيلم بتاع اسماعيل ياسين اللي احنا كلنا عارفينه. تمام؟ اللي انت عملته ده هو اختيار عشوائي، وده يعتبر من اكثرهم عدلا في الاختيار، ان كل فرد من البوبوليشن عنده نفس الفرصه ان يتم اختياره داخل السامبل، كلهم ايكوالي في البروبابيليتي ان يتم اختياره. تمام؟ القصة بتاعتنا بقى احنا اتفقنا ان كل تيكت لو انت بتتكلم في اللوتري كل تيكت عنده احتمالية او فرصة مناسبة ان يكون من الخمسة تيكت اللي فايزين، فده يخلي الموضوع سيمبل راندوم. تمام؟ الحاجة التانية ان اي مجموعة من خمسة تيكت تمام
عندهم نفس الفرصة ان هم يكونوا الخمسة برضو اللي فايزين، تمام؟ ودي شروط ان تكون العينة عشوائية. طيب يبقى القصة بتاعتنا ان احنا عندنا population، عندنا المجتمع، وعندنا السامبل اللي هي العينة اللي متاخدة من البوبوليشن، والتجربة بتاعتنا او الراندوم سامبل تم اختيارها على انها سيمبل راندوم سامبل. اتفقنا سيمبل راندوم سامبل ان كل كوليكشن من الان، كل مجموعة من الان عندها قدر متساوي من الفرص ان تكون هي مين، هي تكون هي السامبل، على اساس ان السامبل هختارها ان سموث. يبقى انا عندي البوبوليشن بتاعي لو افترضت ان السايز بتاعه ان كابيتال والسامبل بتاعتي ان سمول، فعندي اي مجموعه من هنا قدرها ان داخل البوبوليشن عندها قدر متساوي من الفرص ان تكون هي مين، هي السامبل. طب يا ترى الكلام ده بيتعمل ازاي في الكمبيوتر؟ الكلام بسيط جدا. يعني لو انت عندك مثلا من واحد، يعني عندي اوبجكت واحد، اوبجكت اتنين صندوق او ايتم، عنصر اتنين تلاتة وهكذا لحد مثلا N كابتل، حيث ده بيمثل مين؟ بيمثل البوبوليشن. لو حضرتك عاوز تختار N، عاوز تاخد دول كده تطلع منهم حاجة السايز بتاعها N وتختار، تعمل ايه؟ هتروح تجنريت باستخدام البروجرامينج، باستخدام لغة البرمجة اللي مع حضرتك، وتملي هتلاقي الموضوع كله عبارة عن حاجة شبيهة بدلة اسمها راند. الراند دي بتجيب رقم عشوائي ما بين الصفر والواحد، وممكن يكون السوفت وير اللي معاك بيعمل راند انتجر، بيعمل جنريت او بيولد ارقام عشوائية صحيحة، تمام؟ هاجي اقول والله انا مثلا اخترت، انا عاوز ان دي مثلا ولتكن بخمسة، لما اعمل السوفت وير ده هيديه مثلا واحد مثلا 13 15 35 مثلا و 53 مثلا، هي دي الارقام اللي تم اختيارها، صح؟ هقوم رايح انا بقى اقول والله واحد ده، يبقى ده واحد ده معايا ده في السامبل، ولتكن 13 هنا ده معايا في السامبل مثلا، و35 وكمل بنفس الطريقه. هم دول الافراد المكونه لمين؟ للسامبل. دي سهله جدا من خلال السوفت وير او من خلال لغه البرمجه اللي انت بتجدها، سواء كنت بتتكلم في جافا او بتتكلم في سي او بتتكلم في ماتلاب او بتتكلم في البايثون، تمام؟ طيب عاوزين نقول مثال كده ونشوف يا ترى ده سامبل راندوم سامبل ولا لا، تمام؟ هنفترض ان في مدرس التربية الرياضية اللي هو بتاع الفيزيكال ايديوكيشن عاوز يقيس الفيزيكال فيتنس بتاع الطلاب، تمام؟ بس عنده طلاب الجامعة حوالي 20,000، طبعا مش هيقدر يتكلم على 20,000، فبيعمل ايه؟ قال انا هاخد سامبل، السامبل دي منين؟ من 100 طالب. يبقى انا النهاردة عندي 20,000 طالب موجودين في الجامعة، هو عاوز يعمل او يدرس الفتنس بتاعهم، يشوف قدراتهم البدنية، فعاوز يدرس العشرين الف. مش هيقدر يدرس العشرين الف ان فيش وقت ان يعمل الكلام ده، فهيقول والله انا هاخد 100. فايه يا ترى الطريقة الانسب ان يتم اختيار بيها 100 من 20,000؟ البروفيسور ده جا في دماغه ان انا هعمل ايه؟ ان انا عندي لستة فيها العشرين الف ستيودنت، صح؟ هبدأ ارقمهم من 1 لـ20,000، هبدأ ارقم الطلبة بتوعي من 1 لـ20,000، كل واحد ليه رقم او كل واحد ليه اي دي مثلا، تمام؟ والبروفيسور دي هتبدأ تختار معاه كده، او هتبدأ تستخدم الكمبيوتر عشان يجنريت راندوم نمبر جنريتور. طبعا اتفقنا الراندوم نمبر جنريتور هيجنريت ارقام، هنفترض ان هي ارقام صحيحة، تمام؟ ويختار مين؟ 100 رقم راندوم، 100 رقم عشوائي. الارقام دي من 1 لحد 20,000، يعني مثلا 1 7500، 13,000، 17,000، 600، 500، دي الخمس ارقام بتوعي، تمام؟ بعد كده هو مش هياخد بس خمسة، هو بيجنريت كام؟ بيجنريت 100، هيبدا يجنريت 100 رقم عشوائي. اكيد ال 100 رقم عشوائي دول هيكونوا ان رينج ما بين ال 1 وال 20,000 اللي هقول عليه رقمه، يعني كان رصيت الطلبه قدامي وهبدا اختار رقم عشوائي. طلع الرقم العشوائي 500، يبقى الطالب اللي رقمه 500 معايا في العينه، الطالب اللي رقمه 250 معايا في العينه، الطالب اللي رقمه 7 معايا في العينه، الطالب اللي رقمه 18643 معايا في العينه، وابدا بالشكل ده اختار ال 100 طالب بتوعي. هو بيقول لحضرتك يا ترى التجربة دي او السامبل دي هي سامبل راندوم سامبل ولا لا؟ طبعا هو ده
اللي احنا شرحينه اساسا في طريقه السيمبل راندوم سامبل، لان كل طالب عنده فرصه مواتيه ومتساويه مع قرينه او زميله داخل الكلاس، واي 100 طالب من ال 20,000 طالب عندهم نفس الفرصه ان يكونوا ممثلين داخل مين؟ داخل السامبل او يشكلوا السامبل بتاعتي. تمام. طيب المثال الثاني، ان انت عندك مهندس جوده كواليتي انجينير بينسبكت الرول الواح بتاعه الوول بيبر، الالواح اللي هيتعمل بها غطاء ل مثلا اسطح معينه ولا حاجه. تمام. فالمهندس ده عاوز يعرف معدل الفلوز، معدل الاخطاء اللي طالعه في الالواح اثناء الطباعه. تمام. فالمهندسه دي عملت ايه؟ عملت هتاخد سامبل من 50 رول، هتاخد سامبل من 50 رول. تمام. من الانتاج اليومي. تمام. هتاخدهم ازاي؟ هتاخدهم لمده 5 ساعات. خلاص، يعني كل ساعه هتيجي 5 ساعات كده ورا بعض. الساعه الاولى تاخد 10. تمام. الساعه الثانيه تاخد 10، الساعه الثالثه تاخد 10، الساعه الرابعه تاخد 10، والخامسه تاخد 10. يبقى 5 ساعات هتيجي كده تستارت. تمام. وتقوم واخده اول 10 طلعوا في الساعه دي، الساعه الثانيه اول 10، الساعه الثالثه اول 10، الساعه الرابعه اول 10. يا ترى الكلام ده راندوم سامبل او سيمبل راندوم سامبل ولا لا؟ طبعا انت خد بالك ان انت بتتكلم فترات تشغيل، فلما تيجي تحدد ساعات معينه المفروض الساعات تكون سكاترد على الانتاج كله، ما تجيش انت في ساعه معينه في 5 ساعات. تمام كده، وتبدا تاخد العشرة اللي بيطلعوا الاول في كل ساعه. انت كده بقيت متحيز كده، انت بتحدد حاجات معينه، ما سبتش الموضوع راندوم. ليه؟ لان وارد جدا المكنه هي بتشتغل تكون بتشتغل في الاول كويس، اوكي، وتكون بعد كده ادائها بيزداد سوءا. تمام كده يا جماعه. وليش معنى الخمس ساعات اللي في الاول؟ ليه انت بتيجي في اول المكنه بتشتغل تاخد الخمس ساعات، وليه داخل كل ساعه بتختار العشرة اللي هم لسه طالعين حالا؟ ده مش راندوم سامبل، ده هيبقى بايست. ليه؟ لان مش كل 50 رول عندهم نفس الفرصه ان يكونوا سامبل، صح؟ يعني انت النهارده اي 50 تانيين غير اللي المهندس اختارهم او المهندسه اختارتهم ما عندهمش نفس القدر. يعني افترض حاجه جت بعد الخمس ساعات، دي ما عندهاش فرصه ان تمثل داخل العينه. افترض حاجه ما طلعتش في اول 10 في الساعه المحدده، يعني هو بيختار في الساعه 10 الصبح، بعد ما طلع اول 10 الواح اللوح رقم 11 مش هيتم اختياره، ما عندوش فرصه ان يمثل. فدي مش سيمبل راندوم سامبل. تمام. القصه كلها انت ممكن ترقم الالواح بتاعه حضرتك اللي طلعت من 1 لـ20,000 او الرقم الكبير، وتبدا تجنريت ارقام عشوائيه لمين؟ ل 50 لوح، واللوح اللي يجي الرقم بتاعه يمثل بنفس طريقه مين؟ نفس طريقه اللوتري. دي القصه بتاعه السيمبل راندوم سامبل، ودي حاجه مهمه جدا. تمام كده يا اخوانا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه احصاء، عرفنا يعني ايه سامبل، عرفنا يعني ايه بابوليشن، وعرفنا ان في طريقه مميزه عشان تكون العينه غير منحازه اسمها سيمبل راندوم سامبل، وشفنا الشرط الخاص بيها، وهو الشرط الخاص ان كل فرد داخل المجتمع له نفس النصيب من التمثيل داخل مين؟ داخل العينه. تمام كده يا اخوانا. اتمنى المحاضره تكون مفهومه لحضراتكم، ونلتقي بكم في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.